نبیل یا حبیبی ابنی. نبیل يا حبيبي يا ابني. اسم الله عليك اسم الله عليك. تعال 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 يا حبيبي تعال ارتاح. ايوه ارتاح زي ما ريحت قلبي. ارتاح يا احنا مش مهندس. كنا راجعين على طريق السويس قرب الفجر كده، بصينا لقيناه ولده مرمي على جنب الطريق كان فاقد الوعي خالص. لا مؤاخذه فتشنا كده في جيوبه عشان نلاقي عنوان تليفون، ما لقيناش معاه حاجه خالص ولا بطاقه ولا كارنيه. جرينا بيه على مستشفى على الطريق ما رضوش يستلموه. خدناه وديناه مستوصف عندنا في عزبه النخل، ولما ربنا كرمه كده وفاق طلب نوصله لعندكم. ربنا يبارك لكم في صحتكم ويسطر طريقكم يا رب. امين يا رب العالمين. يلا استر. يلا كل سنه وانتم طيبين جميعا. والحمد لله على سلامه الاستاذ. الله يسلمك. انتوا رايحين فين؟ لازم تفطروا معانا. يدوم عزك يا حاجه. انا ما بعزمش، الاكل جاهز على السفره، هتخشوا تفطروا معانا. الف انا وعافيه يا حاجه، اجعلوا عامر دايما باصحابه، بس احنا قلنا نلحق ساعه الفضاء قبل ما الطريق يتزحم يعني. مش هنعطلك يا اخويا. ثانيه جهزي يا اختي طبقين الاسطوات وتوصي. من عينيا يا ابله. مش هنعطلكوا يا اخويا، دقيقه واحده والاكل يبقى جاهز. ربنا يجعله عامر يا حاجه. تعيش سيد. تعال ساعد اخوك وخده على قطف وخليه يغير هدومه.